كانت هذه الطيور تعاني قبل انتعاش الحياة التي جرت بسد قروز ببلدية وادي العثمانية. بفضل التحول المناخي الجاري ما جعل الارتياح محل تقدير الجميع. راهي نعمة البراج راهو بربي إن شاء الله مشارجي تاع العثمانية. سد قروز هذا الله يبارك راهو ما شاء الله. وهاي منا تبلك الماء ما يحبش. البارح من 12 تاع الليل حتى للصباح من كان ما يا لوط خلاص لوط يا هو طلع حتى لهنا يا نقولوا الحمد لله ربي يزيدنا من خيره ربنا يزيدنا من خيره. هكذا اليابسة قبل أشهر لكنها اليوم تغمرها مياه السد التي فقط 20 مليون متر مكعب بفضل رسوب مائي قدره 12 مليون متر مكعب جعل الحيوية بجانب حواف السد كاملة. 25 مليون متر مكعب نتيجة تساقط الأمطار ابتداء من يوم 23 ماي إلى غاية اليوم بمنسوب مرتفع يقدر ب 12 مليون متر مكعب. تبلغ القدرة الإجمالية لسد قروز 42 مليون متر مكعب قيمة مائية تضاف لتلك التي بلغت منسوبا مهما بسد بني هارون. لتعمد القدرة الحالية لسد قروز أن تمنح الأرياحية المطلقة لمختلف البرامج الزراعية المتعلقة بمحيطات السقي التموينية الإضافية فالطبيعة ليست في إجازة.